ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الثور وتوقعات العاطفية لعام 2021. برج الثور احنا من اكثر الابراج حظ، وعشان احنا من اكثر الابراج حظ ده بيضيف لينا في كتير من الامور، ولكن الوضع العاطفي شوية معانا مختلف، مع ان هيكون عندنا او كتير عنده حظوظ في الامور العاطفية، لكن انت عندك شيء مختلف اللي هو انك بتتطبع بطبع الشريك. بالنسبة للناس المرتبطين هنا الوضع شوية مختلف، في حتة ان انت عندك الشخص اللي انت بتتعامل معاه هو بيمر بظروف معينة ولا لا، هيأثر عليك ده ولا لا. عندك كمان التأثير التاني 2020 ومشاكلها او الضغط بتاعها، فهيكون عليك تأثيره عامل ازاي. يعني انت خارج بمشكلة لسه المشكلة دي ما اتحلتش، ودي عند نسبة كبيرة من اصحاب برج الثور. اغلب مشاكل برج الثور اللي انت خارج منها من 2020 ليها علاقة بالغيرة، يعني عندك غيرة مع الشريك، وده مأثر عليك نفسيا، مأثر عليك في طريقتك وتعاملاتك مع الآخرين، مخليك محرج بعض الشيء أو متوتر بعض الشيء. بالنسبة للأمور بتاعتنا شوية، طيب عامة برج الثور بالنسبة للناس اللي مرتبطين، الناس المرتبطين عندنا هنخرج من المشاكل دي والدنيا هتتحل، ويمكن عندنا النص الاول بس اللي ممكن يكون فيه بعض الامور الجدليه، ولكن هيكون عندنا شهرين مميزين جدا جدا اللي هو شهر مارس، وهيكون عندنا جزء من ابريل وجزء من مايو هيكونوا اللي فيهم تحسنات، اللي فيهم ايجابيات، اللي فيهم ان الشريك عايز يرضيك، اللي فيهم ان هتلاقي دعم كبير جدا من الشريك. هيكون عندك اكتر الابراج اللي هتدعمك هتقف معاك جدا، هقول برج من كل مجموعه، الابراج دي على فكره عايزه تحسن علاقتها معاك جدا، يمكن عندهم جزء من حب الامتلاك وعشان كده بيدعموك، ولكن حقيقي هم عندهم حب ليك قوي. طيب تعالوا من الابراج الترابيه اللي زينا برج الجدي، مع ان الجدي والثور في توافق مش حلو قوي يعني، لكن هيكون عنده ان هو عايز يدعمك لانه عايز يستقر معاك وعايز يأهل نفسه للاستقرار. طيب بالنسبة بقى للأبراج الهوائية، الأبراج الهوائية برج الدلو، الدلو فارق مع الثور جدا جدا، يعني في تحسن خاصة مرأة الثور ورجل الدلو، مع ان هي سبب المشكلة ممكن يكون غيرة، يعني مرأة الثور بتغير على رجل الدلو، ولكن الدنيا هتتحسن كتير. وبرضه العكس، مرأة الدلو هتتحسن مع رجل الثور، بس ممكن يكون رجل الثور شوية هو اللي تقيل على مرأة الدلو. طيب بالنسبة للأبراج الأبراج النارية، الأبراج النارية برج الحمل، يعني برج الحمل هيكون من أكتر الأبراج اللي هتبقى فيها دعم قوي للثور. من الأبراج المائية عندك برج العقرب، برج العقرب هيدعم الثور جدا جدا، خاصة لو مرأة برج العقرب هي اللي هتدعمك، يعني لو رجل الثور مرأة العقرب اللي هتدعمك. رجل العقرب لا، هيكون شوية فيه ضغوط ومشاكل. طيب بالنسبة ده هنبقى نوضحه في التوقعات الشهرية ونحذر من ايه والكلام ده كله، ولكن عامة برج الثور عندك بالنسبة للناس المرتبطين انت بتتعلق او الموضوع متعلق بالبرج اللي معاك ايه، ولكن الصورة بوجه عام او بشكل عام هيكون عندنا تحسنات كبيرة جدا، الدنيا اهدى، الدنيا الطف، مش زي المشاكل اللي كانت مخوفانا او بتؤدي الى الانفصال او كانت ممكن تؤدي الى الانفصال. طيب في مشكلة بس ممكن تقابلنا او ما زالت مستمرة معانا في 2021، وهي ليها علاقة شوية بالاهل، لان عندك تحسنات عائلية وعندك رجوع علاقات عائلية والدنيا بقت حلوة وزيارات ونروح ونيجي ويه ويه. احذر بقى، احذر ليه؟ لان عندك الخلاف اللي كان خلاف عائلي مش بيروح بسهولة، مش بيروح بسهولة، فبالتالي هيكون عندهم حتة نظام التشكيك، يعني عايزين يشككوك في الشريك او ان هم عايزين يعني يكرهوك، عايزين يجوزوك بنت خالتك، بنت عمتك، فانت طبعا هزار. بس في نفس الوقت لازم تكون واخدين بالك او واخد بالك او واخده بالك جدا من حته ان حد يشكك في الاهل، يشكك من الاهل في الشريك، سواء بقى الاهل من الطرف ده الطرف ده، فنحاذر لان مش كله هيرجع لك عندهم سالكين كده، مفيش موضوع السلكان ده مش موجود. يعني برج الثور ده بالنسبه للناس المرتبطين، بس هقول نصيحه ليكم انتوا في موضوع الارتباط، ما بلاش ان احنا نحكي اسرار عاطفتنا او اسرارنا مع شركاء حياتنا سواء خلافات سواء مشاكل لحد،
ايا كان الحد ده مين. الحاجة التانية من خلال النصايح ان ما تقارنش علاقتك العاطفية بأي مخلوق. الحاجة اللي ليها علاقة بالمقارنة انك ما تسمحش لأي حد يقارن علاقتك بعلاقة اي حد تاني. واخدين بالنا؟ النقطة دي مهمة جدا جدا، هتعرفوها لما ندخل في السنة ونعرف ونتعمق الموضوع بشكل قوي، هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده لان هنقابل من ده كتير. طيب ده بالنسبة للناس المرتبطين، وعلى فكرة برضه لازم نخلي بالنا لان هيكون عندك في قرب 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 خبثة، يعني ناس خبيثة بتقرب. القرب الجديد اللي هو انت كنت بعيد عني كان سلام يا صاحبي بس، لكن مش اللي هو يا شيء، ولا ما كانش كده يعني الموضوع. فهتلاقي في قرب غريب، كونوا حذرين. برج الثور بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، هيكون عندنا ارتباط ولا لا؟ هيكون عندنا ارتباط، ولكن صورته الأكبر أو النسبة الأعلى هي هتكون على النص التاني. النص الأول عندك بعض الأوقات اللي هيبقى منقسمة في الشهور، يعني في أسابيع معينة على حسب حركات معينة، ده اللي ممكن يؤثر علينا، فده يكون فيها ارتباط، يعني ارتباط قوي. لكن الإعجاب والنظرات وإنك تكون متراقب وكلام والحاجات دي، ده موجود عندنا من اول السنه، لكن ارتباطات رسميه زي ما انا قلت لكم هيكون على النص الثاني، ده اللي فيه نسبه اعلى. اما الاعجاب والنظرات وكل ده، لا ده منقسم معانا من السنه كلها، ويمكن ده على فكره حظ، لان ده شيء هيدعمك نفسيا، تحس ان انت مرغوب فيك او ان انت مرغوبه فيك، فبالتالي هيسير شويه من ايجابياتنا، خاصه ان احنا بنتميز وبنتفوق في نقطه ان احنا بنجدد من نفسنا، بنجدد من شكلنا، من اللياقه، من المظهر، من اللبس، من الستايل، من شكل مش عارف ايه، من معالجه الايه، من عندنا في اهتمام مرحلة مختلفة تماما عن اهتمامنا بنفسنا قبل كده، يعني اهتمام متفوق يعني، فده موجود بصورة قوية. طاقات الأبراج اللي موجودة حوالين برج الثور، اللي بيراقبوا برج الثور، اللي عايزين يبقوا حابين الثور، اللي عايزين ان هما يعني يقووا علاقات مع برج الثور، لو هقول الابراج الناريه، انت عندك برج الاسد عايز يقوي علاقه معاك او عايز يقرب منك، يعني خاصه مراه الاسد معجبه بشخصيه رجل برج الثور. عندك برضو الحمل، يعني مراه الحمل بتبقى معجبه جدا بشخصيه رجل برج الثور. عندك من الابراج الترابيه اللي زيك برج العذراء، برج العذراء معجب بيك جدا وعايز الاستقرار، وبرج الجدي عنده برضو قرب جدا عايز يقرب منك قوي. الثور والثور ينجذبوا لبعض، ولكن ارتباط لبعض خلال السنه دي نسبته هتكون قليله، لكن في انجذاب قوي قوي، وده يعتمد على الشخصيه نفسها. طيب بالنسبه لي الابراج الهوائيه، الابراج الهوائيه عندك برج الميزان، هيكون في علاقه حلوه، يعني في مراقبه واعجاب قوي جدا، وشايفين علاقه دي متميزه. عندك برضو برج الجوزاء، ولكن مرأة الجوزاء ورجل الثور، وهيكون في اختلاف في الشخصيه، هو ده اللي عامل انجذاب بشكل رهيب، وهي عايز يخليك ان انت عايز الشخصيه دي النهارده قبل بكره. عندك برضو، وعلى فكره برضو رجل الثور، رجل الثور مثير جدا 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 لمراه، رجل الجوزاء مثير جدا لمراه الثور. طب من الابراج المائيه عندك برج العقرب، مراه العقرب عندك برضو من مراه هيكون مراه من الرجل، رجل الحوت، يعني مراه الثور ورجل الحوت. طيب بالنسبه يا برج الثور للناس المنفصلين، الناس المنفصلين هيكون عندنا رجوع، في رجوع حلو قوي، ومن ضمن الرجوع ده هيكون بالنسبه للناس اللي هم منفصلين، عارفين انفصال على الحركرك، يعني لو منفصلين كده لسه في كلام، في مراقبه، في وسيله للتواصل، هيكون عندك ده في مراقبه قويه، في عندك قرب علاقه، في عندك ان هم عايزين يرجعوا مره تاني، فعندك نسبه الرجوع حلوه جدا، حلوه جدا يا برج الثور. بس المشكله ان برج الثور هو اللي كتير نسبه كبيره قوي مش عايز يرجع. برج الثور انت قفلت من علاقه، ويمكن بتفكر فيها جدا، يمكن انت بتشوف او عايز تعرف هو ليه حصل ده، يمكن انت شايف ان في حد فضل حد عليك، ان في واحده فضلت واحد عليك، ان في مش عارفه ايه، لا ده احنا كنا عايزين نخلص مش عارفه ايه، لا انت لسه قدامك، حسيت باهانه او بكسره شويه من شخص بتفكر فيه بس مش عايز ترجع. يمكن هو عايز يرجع وهيموت ويرجع وبيحاول يرجع، لكن انت اللي مش عايز ترجع، ويمكن كمان بتحاول او بتضطر انك تشيل الموضوع ده من بالك. فالموضوع ده موجود عندك جدا جدا يا برج الثور، ولكن انت عندك في حب جديد، يعني حتى الناس المنفصلين انت عندك اشخاص اللي هو مش هنقرب بقى،
مش فعندنا اللي هو في اشخاص عايزين بالفعل يقربوا منك قوي قوي قوي، وحتى الناس المنفصلين انفصال لسه في البداية، احنا ما انفصلناش انفصال تام، في اللي هم واقفين لك اللي هو امتى امتى يحصل الانفصال عشان واحنا ندخل على توفة عندك ده جديد. فالموضوع العاطفي بالنسبة لك شايك، انا شايفة الوجه العام كده والدنيا بشكل عام، سواء مرتبطين مش مرتبطين منفصلين، لا الدنيا ماشية بشكل شايط حلو لذيذ، يعني الدنيا عندنا حلوة، بس أهم حاجة إنك تكون مقتنع فعلا بده، مقتنع إن الدنيا حلوة، إن عادي، إن الدنيا، فخد المواضيع ببساطة عزيزي، هتكسب هتكسب جدا، واللي جرحنا واللي كسرنا واللي مش عارفة إيه بكرة يجي سيد سيده سيد سيده. برج الثور، برج الثور بحبكم كتير، بتمنى ان انا اكون فدتكم او يكون عندنا حاله كده من تجميع المعلومات اللي هتكون على مدار السنه. توقعات الشهريه اكيد هتكون بادق وتفصيليه اكتر. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.